شو حكيتها؟ مالي قدران هادي. كيف يعني مالك قدران؟ مالي قدران احكيها، مالي قدران دقلها. كيف بدي ادعي انه ما في شيء؟ كيف ما في شيء؟ كل هاد وما في شيء؟ في جواتي نار عم تغلي، ما عم بقدر طفيها. اسمعني لقلك، اسمعني، يمكن هي صعبة عليك مثل ما صعبة علي، يمكن أنا أكثر منك بشوي، بس إحنا قدها. إذا إيدينا بإيدين بعض إحنا قدها. رح نلعب عليهم مثل ما لعبوا علينا. رح ورجيهم اللعب الأصلي كيف بيكون. بس العميل مثل ما عم قل لك. شو رح نستفيد هادي؟ شو رح نستفيد؟ بدك تراقبهم وتركب لهم كاميرات وتلاحقهم. جبناهم وسكننا معهم هون وهكرنا تليفوناتهم وراقبنا سياراتهم وكل شيء عملناه، وبعدين لو ما بدي اوصل لوين؟ انت قدران تشوف مرتك عم تلعب عليك وتسكت؟ بلا قدران. قدران انا بدي اشوفها بعيوني. بتعرف ليش؟ مشان اكرهها اكثر، مشان ما ارحمها. بدي ادفع ثمن كل لحظة فكرت حالها عم تخدعني، كل ثانية فكرت حالها عم تتزاكى علي. كل لحظة فكرت حالها عم تتزاكى على الشخص الغلط. بس هيك عمل مثل ما عمل لك.